كل اب وكل ام بيسمعني دلوقتي في بيتك مستضيف الثانويه العامه السنه دي فاهلا وسهلا بيك. حبه خطوات لازم تاخد بالك منها. اولا تجربتك انت في الثانويه العامه وذكرياتك تخصك انت بس. جميل. ما تنقلش اي ذكريات ولا مهارات لاولادك. خليك واثق في المنتج التربوي بتاعك. هو عنده قدرات عقلية وعنده مهارات عقلية وعنده كمان المناهج فيها شوية تغيير فهو أكتر حد شايف الرؤية لكن توجيهك أنت أوقات بيكون ضاغط عليه أوقات كمان تجربتك أنت الأليمة وتجربتك أنت عدد ساعات المذاكرة اللي أنت كنت بالذاكرة كويسة وتجربتك كانت أجمل تجربة بس خاصة بك أنت ما ينفعش تنقلها لأولادك صحيح. أحلامك اللي أنت يعني حصل فيها إخفاق في تحقيقها والأهداف بتاعتك اللي أنت ما تحققها مش شرط أنها تورث يعني إيه مش لازم ابن لك هو اللي يعملها خليه هو يعيش شخصيته ويعيش حياته مره تانية من خلال صباح الخير يا مصر لكل اب وكل ام بيسمعني دلوقتي مستضيف الثانويه العامه في البيت خد بالك من الرساله اللي بتوجهها لاولادك الرسائل اللي بنوصلها لاولادنا صعبه جدا بلاش ممنوع ممنوع توصل له رساله مفادها انت حاصل النتيجه او انت حاصل الكليه اللي انت هتخشها بمعنى ايه الكلام ده اسمها الحب المشروط او القبول المشروط انت بالنسبه لي مجرد رقم في الثانويه العامه انت بالنسبه لي كليه هتخشها انت بالنسبه لي هدف او حلم وده يعتبر نوع من الانواع الانانيه خليه هو يعيش حياته ويعيش طموحه ويعيش فكرته وخليني اقول لك يعني عشان ممكن حد يقول لا طب هسيبه براحته لا لكن في توجيهات بسيطه جدا جدا لكن بدون حبه حاجات